ورجعنا لكم بتاني فقرة معانا النهاردة، والفقرة دي للستات اللي مش محجبات. أكيد طبعا كلنا بنحتار في طريقة الألوان الجديدة اللي هنعمل بيها شعرنا، إزاي نغذيه، إزاي نهتم بنضارته. أسئلة كتيرة بتبقى محيرة لينا، لكن معانا النهاردة ضيفنا خبير ومصفف الشعر طارق الطحانو. ازيك يا طارق؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ميرسي انك جيت النهارده، ورغم ان انا عارفه ان انت عندك موقف بايخ كده حصل لك الصبح، ونزلت ما لقيتش العربيه، ومع ذلك جيت والتزمت، فبشكرك جدا جدا، ان شاء الله تلاقيها. الحمد لله باذن الله. طارق، ستات كتير قوي بيبقوا محتارين. خلينا الاول نتكلم عن الالوان. يعني انا عايزه اغير وعايزه اجدد من شكل شعري، بس مش عارفه ايه الالوان الموضه او ايه الالوان اللي تليق عليا. خلينا الاول نشوف ايه الالوان اللي طالعه موضه السنه دي. الالوان الموضه يعني طبعا دايما ما لهاش علاقه باللي يليق علينا. يعني مش كل الموضه بنقدر نعملها لكل الناس. بس عموما الموضه اللي موجوده دلوقتي البني، الفواق يعني درجات البني عموما، درجات البني بالظبط، مع الموكا، الناس اللي بتحب الغوامق يعني. أوكي. عموما بلس ان الشتاء كان دايما بيبقى دخلت الشتاء دايما بنغمق الشعر. فدلوقتي بقى الغامق ندخل معاه الفاتح. أوكي. يعني يعني حاجات حاجات فاتحه كده تدي فلاش، تدي كده يعني. الخصل او اللايتس اللي بتبقى في الشعر ممكن تتعمل بالوان ايه غير الساندري؟ يعني ممكن لو واحده شعرها اسود تعمله ايه؟ يعني هي تعمل طبعا، لازم الاسود ده يتكسر مع اي لون فاتح، لازم الاسود ما يبقاش اسود. درجه من درجات البنيات. بس عموما لو خالص اسود مع لون لا هيبقى صعب قوي. صعب. يا اما حاجات على احمرات بقى. وده هتبقى خارجه بره الفاشن عموما يعني. اوكي. انما الاسود ما بندخل معاه لايت على فواق يعني المخدر شويه، او اللي هو بيتقال عليه الناس كلها الدارج يعني زيتوني. اوكي. ده لازم الاسود بتاعه يتكسر، ما يبقاش اسود يعني، هيبقى صعب قوي لو اسود مع لايت، لونين متناقضين مع بعض. لازم الدنيا تخش في بعض يعني، يبقوا ماشيين مع بعض. يعني هنا احنا عاملين لونين اتنين مختلفين تماما عن بعض، بس تحسي في الاخر ان هو ما تبقيش عارفه هو ايه اللي داخل في ايه. هو متناغم يعني. مش مضايق العين. تمازج الالوان مع بعض يعني. طيب لو هنتكلم عن القصات، القصير موضه ولا الطويل؟ يعني القصير ده موضه طول الوقت. زي العروسه كده، ما بنقول التاج ده مهما عملنا ورد عملنا يعني، هو التاج برضه تاج. أوكي. ما بيبطلش ابدا. فهو طبعا القصير ده يعني انا بنرشحه دايما للبنات الصغيرين في جامعات، في وقت ما فيش يعني ما عندهاش وقت. غير طبعا يعني بتبقى موديل مثلا لازم يبقى عندها شعر عشان نعرف نشتغل، عشان طبعا ده طبعا نعمل حاجات كتير عليه. انما عموما القصات الموضه عموما في القصات مش القصير بس، هو الديجرادي عموما موضه جدا دلوقتي. ما بيبطلش بتهيألي الديجرادي ده. ما بيبطلش على شعر طويل او قصير. بس هو الفتره اللي فاتت دي يعني كان دايما بالناس يعني في ناس شويه مطرقعه يعني، بنقول عليها مطرقعه شويه، دايما نقص جنب قصير قوي وجنب طويل. كنت لسه جنب هسألك على الجنب والجنب ده، هي غريبه. دي كانت موضه شويه كده يعني، من 5 6 شهور كانت موضه. عملناها كتير يعني، عملتها بس كتير. هي برضو ليها سن وليها مرحله معينه يعني. فعلا كنت لسه هقول لك السن بتاعها محدود. طبعا يعني ما جاتلكش يعني واحده مثلا كبيره لا في السن ولا حاجه قالت لك اعملها؟ لا ما ينفعش. وحتى لو كده انا بقى يعني لازم يكون في نصيحه برضو يعني، صعب قوي. طيب احنا النهارده عايزين
طبعا يعني وانت بتفرجنا هتعمل لنا ايه، بس احنا عايزين الاول نعمل شويه مش لمات ولا تسريحات، حاجه رقيقه تقدر الست وهي نازله لو عندها كل يوم نزول تغير من شكلها في وقت قليل ويبقى شكلها بسيط. تمام. مش حاجه يعني مش حاجه لسهره او لفرح او كده. فانت قلت لي يعني محضر لنا كذا حاجه. انا عموما اعمل لها شعرها عادي جدا عشان نقدر نتكلم ونعمل حاجات كروكي على شعرها كده، اللي هو ناخد فكره ايه اللي ممكن نعمله. تمام. بالنسبه للوش مثلا زي ساندي او كده يعني نقدر نغير فيه حاجات كتير قوي. تمام. يعني احنا هنا عندنا شعرها ما شاء الله طويل. هي ممكن تيجي مناسبة هي مش حابة انها تبان بشعر طويل. فتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا. زي انها مثلا تلم. أوكي. فيبان الشعر حاجة مختلفة تماما يعني. عكس ان هو طويل هو يبان برضو. هو باين طوله من الخصلات اللي نازلة دي. بالظبط كده. انما هو عموما الشعر كله ملموم. تقدر دي تقدر مناسبة يعني تقدر تروح بيها فرح، تقدر تخرج. هل تقدر تعمل مثلا لما زي دي هي لوحدها في البيت؟ هي سهلة جدا يعني. هي لو مسكت حاجة كده بس بأي توكة هنا أو بناس الموضوع هيختلف تماما. طبعا تقدر تنزل حاجة من على وشها بتدي الحاجات دي برضو شكل انسيابي كده. بتبان شكله حلو قوي. إلا لو كان عندها حاجة مهمة بقى وزي لازم يتعمل شنيو. فالشنيو مختلف تماما. هيبقى موضوع تاني. كمان تقدر تعمل ضفاير يعني. احنا نقدر نعمل ضفاير موضة قوي يعني السنة. ممكن كمان على نفس كده. هي بقالها شوية موضة يعني اشتغلنا فيها كتير، بس نقدر نغير بقى في قصة ان احنا نعمل ضفيرة باينة واضحة. نقدر ندخل تشابكات مع بعض في الشعر كده مثلا بطريقة كده او مثلا حس ان هي تبان بالشكل ده. يبقى كل اللي ورا ده ضفيرة ونازلة على ضفيرة او بيبقى لمينه يعني زي شعر بيتبرم على نفس شكله كده. وبنديله ال يعني هو هنا من هنا كده لو باين لك مثلا. هي على عريض برضو كبيرة. كويس. وبينزل على الناحية التانية برضو. هي ما تحرمتش من ان عندها شعر. عندي برضو عندنا يعني في هي مصر ولا لما ولا مسيبة يعني ما بين ده وده. بالظبط كده يعني. اوكي. دي حاجة. تاني حاجة الشنيو بقى. الشنيو دلوقتي موضته ان هو يبقى كتير وملموم. يعني باين كبير. حاجة كبيرة. فبنستخدم ساعات حاجات زي كده مثلا اللي هي تدي فوليوم للشعر. كتير. أوكي. يعني ممكن نعمل حاجة بسيطة كده بس انها ده اللي انت هتعمله ده ينفع يبقى لإيه؟ والله بصي انا ممكن نعمله على ملموم خالص. ويبقى شنيو بتاع سهرة او بينفع لأي حاجة بالليل. حتى العروسة يعني. مهم ان هي تبقى لما شعرها الفترة دي كمان. مش موضة خالص انها تسايب شعرها. بيفك كمان في الفرح. فمتقلي اللم مع السبراي بيبقى لامم الدنيا شوية. بيقعد معها اكتر. بس لو اتعامل عموما كويس وخد الحاجات اللي يعني في حاجات بنحطها قبل ما نبتدي نشتغل. بتساعد ان يعني ده ماتيريال بقى بيساعد جدا ان الشعر يفضل موجود زي ما هو. حتى لو مية جت عليه او عرق جامد او كده يعني. دي ايه كريمات يعني ولا سبريات؟ انواع. لا في انواع كريمات وانواع سبري. زي مثبت لل في منها حاجات مثبته وفي منها الحاجات اللي هي بتعمل عمليه حمايه عموما يعني. اوكي. عازل عن الجو اللي احنا موجودين فيه. طيب احنا هنسيبك تشتغل وانا هستغلك بس كده عشان اسليك وانت بتشتغل ما تزهقش. هسالك شويه حاجات. بنسمع عن الحاجات اللي هي العنايه بقى بالشعر يعني. أيوة. الكولاجين والبروتين والمش عارف ايه والحاجات دي. قول لنا بقى، هات لنا من الاخر ايه احسن حاجه فيهم. والله هو برضو على حسب الشعر وحسب انت عايزه توصلي لايه يعني. ما هو في ناس مش بتحب تفرد شعرها قوي يعني. هل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي تغذيه ولا علاج في للشعر؟ لا هو يعتبر علاج يعني احنا ما بنقول علاج بنقول علاج للشكل العام اللي احنا موجودين عليه. يعني لو حد شعره كيرلي قوي مثلا وعايز يعالج شعره بمعنى ان هو ما يبقاش هايش، ما يبقاش مقصف، يبقى عنده شكل تاني يعني بيقدر يساعده ان هو يغسل شعره ويخرج مثلا. ما يبقاش عنده مشكلة انه لازم يعمل شعره. بيفرق معاه في الحاجات دي كتير قوي. ايه احسنهم؟
لا، ما انا بقول حضرتك الحاجات دي كلها عموما من مشتقات الكيراتين، عشان الناس برضو بتبقى فاهمه ساعات غلط يعني. أوكي. هي عموما من مشتقات الكيراتين. يعني لما نتكلم على وات ايفر ايه المسمى يعني، هو في الاخر مثلاً بيدي نفس النتيجه. البروتين ده اللي هو ايه بالظبط؟ هي عموما معموله من حاجات طبيعيه، كلها متصنعه من حاجات طبيعيه. بس الفكره فيها ان في حاجه مثلا بتفرد الشعر جامد، حاجه بتعمل ان هو يهدي بس كده، ما يبقاش فيه هاي، ما يبقاش فيه شعر هايش او كتير يعني. ما تحسش ان هو الفوليوم، احساس الفوليوم العالي قوي ده. فده في يعني الحاجات دي بقى بتعمل كده. كل حاجه ليها صحيه. طيب يا طارق، ولا يعني ملهاش اي اضرار للشعر؟ لا خالص. لو يعني خلينا بس يعني الحاجه اللي بتتعمل مش مظبوط فهي ممكن نتيجتها تبقى مش مظبوطه. يعني دايما الناس ساعات وصلت لمرحله دلوقتي ان هي ممكن تشتري الحاجه تعملها هي. يعني الناس بتخاف طبعا، اصل الشعر ده ما فيهوش مجازفه. لا، ما هو ساعات في ناس بيحصل لها مشاكل بسبب الحاجات اللي زي كده يعني. انها تشتري حاجه مثلا بايظه او ما تعرفش تعملها يعني. هي ممكن تشتري حاجه كويسه وفي نفس الوقت ما تعرفش تعمل فيها حاجه. يعني تستخدمها طبعاً بطريقه غلط يعني. بس طبعا الاحسن انها تروح للكوافير متخصص يعمل لها الحاجات طبعا دي. يعني انا يعني انصحها بكده، ان هي دايما تلجا لمتخصص لده. هيريحها وهيديها النتيجه اللي هي بتحلم بيها او بتدور عليها. انما عموما يعني انها تجيب اي نوع كيراتين وتستخدمه او تحطه هي مش عارفه طريقته قد ايه او كمان زمان كان الحاجات دي بيقعدوا 3 ايام يعملوها. يقعد 3 ايام. ايوه صح. 3 ايام يعملها. بيبليز ده مرهق جدا ومتعب جدا للشعر. فاحنا دلوقتي في خلال ساعه او ساعتين بنكون مهما كان الشعر التكنيك ايه التكنيك يعني اتغير يعني. تطور طبعا. ما هو ده الطبيعي يعني. التطور يعني ده لو واحده جات لك مثلا يعني عامله صبغه وشعرها متقصف وبايظ وملمسه مثلا ناشف شويه، تنصحها تعمل ايه؟ ممكن نعمل لو هو شعرها مش مكسر قوي. ممكن بنعمل ميكس مثلا بين البروتين والكيراتين. اوكي. بحيث ان انا اقدر اغذي. الكيراتين برضه بيفرد شويه. اقدر اغذي. ما انا بقول لحضرتك ان انا افرد شويه شعرها وفي نفس الوقت اغذيه. يعني اعمل حاجتين مع بعض. طب لو هي مش عايزه تفرده يعني، لو طبيعه شعرها في كيرلز يعني وهي هي حباه. عاده الحاجات دي كلها بتعمل نسبه فرد مثلا بتبتدي من 10%. يعني في حاجات بتبتدي من 10% نسبه فرد. غير ال 100% بقى يعني. طب في حاجات الفرد توصل ده برضو مواد كيماوية. لا مش لا مش دايما، مش كل الحاجة بيبقى فيها اللي فيها نسبة فرد أو كده دي بتبقى حاجة مادة كيماوية يعني. خالص. والصبغات دلوقتي أخبارها إيه؟ لسه برضو بتدمر الشعر وتخليه يعني عامل زي الخيشه بقى. لا بقى في صبغات دلوقتي يعني. انا عندي مثلا صبغه الماده الفعاله فيها الزيوت. الزيوت الطبيعيه يعني. يعني مثلا جينا في مره حد بيتكلم معايا بقول له انا يعني دلوقتي في مره تخيلت ان انا بعمل الشعر من الوان الحجاره والالوان الطبيعيه يعني. الله. الحجاره الوانها طبيعيه، البنيات والاحجار الكريمه والحاجات دي. ف ابتدوا النهارده يعملوا صبغات من حاجات طبيعيه. وافكتيف يعني. طبعًا بتعمل تدي الالوان. تدي الالوان وبتحافظ يمكن على الشعر. يمكن مش هقول لك محدوده شويه، بس هي بنقدر نمزج بيها يعني. كام حاجه مع بعض اقدر امزج بيها واطلع بيها اللون اللي انا عايزه. طب بالنسبه لحمامات الكريم اللي هي بتبقى يعني موجوده في كل محلات الكوافير وكده، اضمن منين انه الكريم اللي هو الكوافير بيستخدمه لي ده حاجه يعني هتفيد شعري؟ اولا الماركات طبعا. يعني حتى لو هي غاليه شويه. اكيد هتفرق كتير. تمام. لان امال الحاجات اللي بتتحط على بعضها خلطات. لو خلطات طبيعيه بقى احنا يعني بنجيب صبار على نخاع على يعني. ما هو النخاع ده برضو انواع، خلي بالك يعني. في نخاع الشجر ده في بعض اشجار فيها انواع زيوت زي الصبار مثلا. في زيوت مثلا او زيت سمسم او زيت. الحاجات دي كلها نقدر نستخدمها في البيت ونعمل منها نتيجه، بس طبعا على لونج تايم يعني. بناخد وقت طويل قوي. بتاخد وقت. انما في حاجات
بتدي يعني باور جامد جدا لو انا شعري تعبان وبايظ فكاني سبقت الوقت يعني لو انا هقعد 3 4 شهور بعالج فانا ممكن في كورس مثلا في شهر او شهر ونص انا فرقت على الاقل 70% من الحاله اللي انا فيها يعني على فعلا فعلا بتلاقي نتيجه فعاله قدامك طبعا من اول مره كمان يعني ملمس الشعر يعني الملمس بس لوحده ده بيفرق كتير جدا طبعا اكيد يعني انا امسك الشعر كده احس ان هو اطرافه كده عامله خشنه كده او ناشفه مجهده ناشفه مجهده ده بتحسيه من اول مره على طول عندك يا طارق انت تريتمنت للحاجات دي يعني طبعا برضه كريمات يعني برضه حمامات يعني في حاجات كتيره بقى في امبول وكل حاجه ليها يعني مثلا في علاج لتساقط الشعر العلاج ده بياخد مثلا من 3 شهور 3 شهور كورس بنبتدي بالظبط الكورس 3 شهور بنبتدي مثلا بامبول مثلا بنحطه يوم بعد يوم تمام وبعد اول 15 يوم بنبتدي نحط مره في الاسبوع ليها ستيب يعني ورا بعض كده على طول لمده 3 شهور لغايه في اخر مره اخر 15 يوم بنستخدم امبول واحد بس والنتيجه بتبان فعلا الشعر ما بيقعش طبعا من اول من اول تقريبا 15 يوم بيبتدي حاله التساقط تحس بيها تدريجيا تحس مثلا بيها على طول على طول يعني طيب عايزين نشوف عملنا ايه يعني انا عملت لها حاجه بسيطه كده تنفع حطينا اكسسوار كده في الجنب معرفش بقى لو نبقى نوقفها مثلا تشوفوه او حاجه ولميت من وراه على شكل طبيعي خالص هو يعني موضه دلوقتي ان الشعر ما يبقاش مترتب قوي ومصفف زي ما بيقولوا يعني فاهماك يبقى سريالي شويه بالظبط كده وما استخدمناش سبراي ولا اي حاجه لا خالص انا ما استخدمتش اي حاجه خالص وشعرها يعني هو اللمه من ورا هي متداخله في بعض كده كانها شبه الضفيره شويه في ايدينا طبعا ان احنا نكبرها او نخليها اصغر او ننزلها لتحت شويه لو هي حابه ان هي على حسب بقى يعني. العميل حابب ايه يعني وانت قاعده بس لفي عشان نشوف الاكسس نلفها كده بالظبط وحلوه كمان من الجنب قوي لما شكلها رقيق يعني هي بسيطه بنوته برضو في الاخر يعني طبعا وشها ظاهر شعرها كله ملموم لورا وهنا في حاجه بقى يعني دي يعني بتبقى في المناسبات حلوه جدا على اساس ان هي بتتحرك في فيديو في تصوير او كده فبيبان يعني الناس بتبقى مركزه قوي مع الحاجات دي اوكي طيب عايزينك تعمل لنا ضفيره بقى عشان سهله قوي الضفاير موضه جدا فاحنا عايزين نشوف الضفيره بتتعمل طبعا الضفيره العاديه الثانيه دي اللي داخله مش فاكره اسمها ايه دي بيقولوا صعبه قوي احنا لا السنبله في انواع كتيره للضفاير بس هي طبعا يعني كويس ان احنا معانا يعني هي شعرها طويل فنقدر نستغله ممكن نعمل لها حاجه تبقى نازله على جنب كده هيبقى شكلها حلو ان شاء الله اوكي لازم يعني عشان الست تحافظ على شعرها باستمرار انت مع الزيوت اللي بتستخدم في البيت والله انا ضد الزيوت تماما ضد الزيوت تماما طب وبعدين لان عاده الزيوت بتنشف الشعر جدا بلس بقى لو احنا عاملين مثلا لون يعني لون شعرها الفاتح ده كله دايما معظم الزيوت بتبقى غامقه قوي فبتاثر على لون الشعر بتغمقه قصدك بتغمقه بالظبط او تغير لونه يعني خدي بالك كده دايما معظم يعني زمان كنا نسمع ان دايما العرب بيستخدموا انواع زيوت معينه فدايما شعرهم اسود قوي ومشهورين يعني ده سببه الزيوت يعني حتى الناس اللي رائع طبعا ما شاء الله يعني هو الزيت انا بتكلم برضو. الزيت طبعا كويس بس هو الفكره في ان احنا دلوقتي بنعمل الوان كتير بنغير طب ايه البديل الزيت الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليها الكريمات وحمامات الكريم كتير قوي تساعد ده وهي تقدر تسال المتخصص يعني هيفيدها اكيد طب وللناس مثلا يعني اعرف مثلا ليا اصدقاء كتير مثلا عندهم اطفال سن 4 سنين وخمس سنين بنات وشعرهم ما بيطولش خالص هما يعني 4 سنين وخمسة هو ليه ما بيطولش في حاجة غلط ايه بقى الغلط الشعر طبيعي ان هو يطول على الاقل
سنتي كل شهر. ده الطبيعي يعني. حتى لو أطفال، بس هو الأطفال في أول عمرهم وارد جدا ان هو يبقى اللي هو بيتقال عليه شعر الولاده او كده، ده وارد جدا ان هو ما يطولش بسرعه مثلا. بس لازم يطول. بس 5 سنين وست سنين ده سن كبير. سن كبير. فانا مستغرب ان هو في حاجه يعني قدهم تاني بيبقى الشعر طويل. هو لازم يبقى فيه عنايه. لازم عنايه يعني طبعا. مهم جدا. مش نقص مثلا فيتامينز. الميه حضرتك بتفرق. يعني اللي ما بيشربش ميه بيفرق في بشرته، في شعره. يعني الميه مهمه جدا. الخضار مهم جدا. وطبعا احنا برضو الصبغات يعني ما تبقاش عمال على بطال. لا طبعا بالنسبه لاطفال صغيرين لا. مش صبغات او كده. بس لا مش هو قصدي طبعا على الصغيرين. انا فاهم. بس عموما انا دي بتصادفني كتير قوي يعني. كل اي ام بتبقى عندها بنتها طبعا هي عايزاها ملكه جمال. فبتصادفني كتير جدا. فبنعمل كورسات تغذيه وبنعمل حاجات لشعرها برضو للاطفال. للاطفال طبعا. ما هو في حاجات للاطفال. وبتفرق معاهم كتير قوي. والنتيجه بتبان بعد قد ايه؟ يعني عملت هنا ضفيره كده. ممكن يبقى باقي الشعر كله سايب على جنب. من ناحية دي. وفي ايدينا لو عايزين نلمه خالص بقى بنفس برضو شكل الضفيرة. نقدر نلم الجنب التاني كله برضو. اوكي. بيخشوا مع بعض في الاخر كلهم. تمام. هتلم لها حاجة من قدام؟ انا ممكن ده يتلم. أوكي. ممكن يتاخد بنفس الشكل ده كده وحاجه. بس بسيطه تنزل مثلا. لو هي بتحب يعني. وتبقى الضفيره جايه على سايب بعد كده. سايب. ممكن تبقى سايبه هنا وممكن تبقى ملمومه كلها. مش بتفكري تغيري لون شعرك تاني يا سندي؟ لو هي حابه تغيره طارق، ايه الالوان اللي ممكن يعني تتماشى مع نفس تزود لها مثلا اللايت؟ ممكن نزود اللايت. ممكن نخليه كله الفواتح دي. سهله قوي يعني. ان احنا نعمل حاجه فاتحه كده. هي المشكله بتبقى في الاسودات اعتقد. انه الاسود هو اللي صعب بالذات. احنا شعرنا كمان الاسود بتاعه بيبقى اسود يعني. لما بنبتدي نفتحه بيقلب على اورنج شويه. انت هتقولي فهي دي المشكله. بنبتدي نفتح اي شعر هيتفتح بالشكل ده الفاتح قوي ده. نقدر نلعب فيه زي ما احنا عايزين. لكن الاسود طبعا بيبقى كارثه. الاسود هو اللي مشكله بقى. هو بس بيتعب في تفتيحه يعني. انما لو طبعا هو ده بقى اللي بنتكلم عليه. الماتيريال بقى، لو الماتيريال حاجه محترمه وحاجه كويسه. ما هو اصل التفتيح هي ماتيريال واحده. لا الاكسجين. لا طبعا. لا مش اكسجين. هو في حاجات كتير. بنتكلم لو حد شعره اسود يعني وهيفتحه للدرجه دي. الشعر الاحمر احنا بنسحب من عليه اللون. ليه ماده معينه بتسحب اللون. مش اللي هي بودرة التفتيح مثلا. ليه حاجة معينة بنسحب بيها اللون. مخصوصة لكده يعني. عشان ما تضرش الشعر. بالظبط كده. هو المفروض الصبغة بين كل صبغة والتانية تبقى وقت قد ايه عشان الشعر ما يعني ما يبصش؟ هو الطبيعي لو انا بعمل لون مثلا انا بثبت عليه شوية. 5 6 شهور مثلا على الاقل عشان ابتدي اغير اللون بتاع الشعر. انا عملتها على لوس شويه كده عشان تبان على سايبه شويه. سايبه شويه. بعدين احنا برضو عايزين ساندي كده شويه تلفي عشان نشوفها. نقدر نلعب فيها في حاجات كتيره بقى يعني. ده يقدر يبان كتير كده هنا. وممكن يبقى سايب من غير ضفيره. ممكن يبقى سايب خالص من غير ضفيره. بس طبعا انا عشان شعرها كان معمول ويفي. في انواع ضفاير كتيره قوي نقدر نعملها. بس انا يعني مش مالك دلوقتي اعملها. لازم شعرها يتسرح كويس الاول. لا يبقى على ليس اكتر. حتى وهي شوية كده حلوه كمان. ده بنقدر نستغله بقى ان احنا مثلا نحط يعني لو هنتخيل ان احنا معانا ورده او عندنا اكسسوارز مثلا ممكن نحطها في شعرها جوه الضفيره. نقدر نعمل جوه الضفيره حاجات زي كده مثلا. بتدي شكل حلو. ولو تخيلنا ان ده ورد مثلا
الورد فعلا هيبقى حلو، هيبقى احلى بكتير قوي. بس هي عموما كده عامله طفيره ملمومه من ناحيتين. الفواتح برضو بتبان فيه الحاجات اكتر هو من الزوايا. يعني احنا دايما بنحب ان ناخد شعر فاتح نشتغل عليه لانه بيبين بيبين الشغل اكتر، بالذات لما يكون معمول فيه كذا لون لايكس. طبعا احنا ممكن نلم خالص كل اللي قدام ده، الحاجات اللي نازله دي نقدر نرفعها خالص. ممكن تسيبها على حسب بقى هي حابه ايه. بالظبط على حسب يعني. بس في ناس مثلا لما تلم يعني دلوقتي شكلها عرق، نقدر نلعب فيها زي ما احنا عايزين، بس ان ده نفسه ممكن يتلم خالص ما يبقاش نازل هنا يعني ما يبقاش تحت كده. انت ممكن تلمها مثلا على نقدر نعملها حاجه هنا كده وبرده على شكل الضفيره يعني. حلوه برده دي قوي رقيقه جدا دي، بس دي محتاجه مناسبه يعني. والله يعني برضو اللبس في الحاجات دي بيفرق يعني. في ناس ساعات بتعمل كده بتبقى لابسة عادي جدا تحس ان شكلها لايق لها يعني عادي يعني. في ناس بتعمل شعرها عادي جدا وتروح لما اي لما كده بسيطة قوي وهي خارجة او ماشية او كده بتبان معاها شكلها مختلف يعني. طارق تعبناك النهاردة وتسلم ايدك، عملت شوية حاجات رقيقة وسهلة تتعامل، ويا رب يكونوا كل الستات استفادوا من الكلام اللي طارق قاله. وبشكرك مرة تانية طارق جدا، نورتنا جداً. وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من كعب عيد.